بادرت جمعية نشاطات الشباب الازدهار ببلدية الروينة ولاية عين الدفلى الى تنظيم خرجة ترفيهية تربوية على الهواء الطلق لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم الابتدائي بمشاركة عدد من الاساتذة الجامعيين والمختصين. هدف الرئيسي هو التحضير النفسي والذهني لامتحان شهادة التعليم الابتدائي. شاركوا فينا شاركت فيه الرابطة الولائية لنشاط والطلق تدريبية للأطفال اللي رايحين يجتازوا شهادة التعليم الأساسي رايحة تدير لهم نشاطات ترفيهية وتربوية وتعطيهم إرشادات وتوجيهات فيما يخص الامتحانات باش نحاول نحضرهم يعني نفسيا لاجتياز شهادة المرحلة الابتدائي حاولنا ندير لهم ألعاب تدريبية باسم جمعية الضحى درنا لهم العاب تدريبيه يعني فيها جانب من اكتشاف نسبه ذكاء يعني تلاميذ هذا وشاركت في تنشيط هذه الخرجه فرق بهلوانيه صنعت اجواء ترفيهيه رائعه هذا اليوم الترفيهي الخاص بالتحضير النفسي والبدني للمقبلين والمقبلات على شهاده التعليم الابتدائي وكذلك في تقديم انشطه بهلوانيه جبنا الاطفال اللي هنايا بنحضروا نفسيا لشهاده التعليم الابتدائي وماذا بنا احنا اللي لهم نشاطات. أو أشكر الأساتذة تاعنا وهم اللي هيئونا الاختبارات. عجبتنا الحالة اليوم في في غابة بابور في الروينة. نشكر كل الأساتذة. وتندرج هذه الخرجة ضمن الأنشطة التربوية الهادفة التي تقدم نصائح والتوجيهات للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم الابتدائي حتى يكون التلميذ على أتم الاستعداد النفسي لاجتياز الامتحانات.